السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. جيناكم في عجالة على كل حال. رفيق واحد رفيق واحد لما يتكلم أذكر اسمه نضحك. رفيق واحد صحفي الإعلامي على كل حال منتقد، تكلم على جمال بالماضي، تكلم عليه وقال لك هام الأخطاء اللي كان طايح فيها وهو وش دار. ما تخلوش في المشاكل اللي صارت اللي تكلم عليها حفيظ الراجي وتكلمنا عليها كلنا، لكن تخلف في واحد المشاكل. اسمعوا معنا الفيديو من بعد اعطونا انتم تعليقاتكم كالعاده، راكم بقوه على كل حال، بارك الله فيكم. مليح قال في الاختلاف رحمه، اعطونا تعليقاتكم واسمعوا معنا واش قال رفيق واحد الان. اسمعوا معنا. وغلط نفسه وخلى يعني الجماهير الرياضيه تحيد عن المطالب الحقيقيه او الرهانات الحقيقيه. اصبحنا نفكر في الجمع بين عدد المباريات دون خساره اكثر من تحقيق الاهداف الرياضيه. بدليل ان المدرب الوطني في لقطه من احدى اللقطات ما حبش يشوف ضربه الجزاء وكانه خايف ما تسجلش في مباراه وديه. هذا هو الخطا اللي مازال نركزوا حتى كنا كصحفيين ننساق احيانا من حيث لا ندري وراء مشاهده المنتخب الجزائري يفوز دائما، وهذا خطا. ممكن انك تخسر ولكن عندك تبرير لانك بصدد اعاده بناء منتخب. اعاده بناء المنتخب فيها المخاطره، فيها الاختيارات يعني تكون الجريئه، هذه الاشياء لازم تكون. لكن انت ما تعطيش الانطباع وكانه يرى في رده الفعل بالماضي. لازم نجيب جو تاليش من الاخر مثلا، نجيب اربعه فورسيمون تلعبهم، لازم الزداد كان مليح لازم نجيبو فورسيمون تعطيو فرصه حقيقيه، حماش على الكوش تجيبو بور دو ماتش وتعاود تنحي. تحس بلي فوضى، يعني فوضى ما فهمناش واش حاب يدير المدرب الوطني. لو فيراج شويه كان الماتش تاع السويد لو كارتون روج هذاك يعني تاع السبعيني يبين حاله من التسييب، وكان هؤلاء اللاعبين ما يشكك في الكفاءه تاعهم، ولكن لا ديفوندات حال تسييب يعني داخل المنتخب كيلكو جوار يحسوا روحهم بيسون دي حتى اللاعب كي ما يكونش عنده منافسه يشعر ولات كوم سي اون بوتيت فام، يعني مجموعه من الاصدقاء داخل المنتخب يحمي من المدرب الوطني وبقيه اللاعبين سي دي فيغورو اللي يجوا دو طونز ان اوتر يكونتيتيو ضد القائمه. هذا خطا، وبدليل اننا كي نشوفوا المباريات ونديروا المقارنه مع المنتخبات التي لم تتاهل لكاس العالم نحسوا فرق في المستوى. هما طلعوا في المستوى وحنا نزلنا في المستوى. منتخب مثلا السنغال اللي تاهل لكاس العالم وتوج بكاس الامم افريقيا، ما نتكلمش على المنتخبات الوطنيه السنغاليه، بدل فايدة 50% بين 2019 و 2022 من التركيبه، بورتون كان فيناليست، والنتيجه انه مشات سا مارشي وراحوا لكم كوب دافريكس. التغيير لابد منه، ما كانش واحد ما كانت مضمونه افي في المنتخب الجزائري لانه اسمه فلان لانه اسمه فلان لانه ما كان عندي صافي طرون كاطرون صغير. هذه الاشياء لازم تتنحى. اليوم ربما نحى بلايلي مضطر لانه مشاكل بلايلي كثرت وتقدم في السن واصبح شغل من اللعيب اليوم انه بصراحه يدير يعني اداء رائع مع الفريق وبصح لا تعنيش نتيجة أوغندا، ما تعنيش نتيجة تونس. أتمنى فقط أن يكون اختيار صحيح للمدرب الوطني في عملية يعني منح الفرصة الحقيقية لهؤلاء اللاعبين، وعنده لومبار دو شو ما عندوش حجة اليوم، بقات اللمسة تاعو داخل المنتخب. نعم، راكم سمعتوا معنا رفيق واحد تكلم على كل حال. قيس ما تدخلش في المشاكل تاع بالماضي مع روراوا، وما تدخلش في المشاكل تاع بالماضي مع حفيظ الراجي، ما تدخل حتى مشاكل، هضر امور تقنيه داخل بيت الخضر. كون سمعت واش قال، قال لك لازم كي جبت هاد الربعه لاعبين لازم توظفهم، ماشي جبتهم كون دي فيغيرون حطهم اللور ومخليهم. معليش هذا رايو، احنا اليوم نتكلم بالكلام موزون على كل حال. وزاد تكلم على قضيه بالليل اللي ما قالوش بصح رفيق هنا كي قال لك ما قالوش، قال لك شغل ما قدرش باسكو العالم كاع سمع باللي بالليلي عنده مشاكل مع فريقه السابق، سما ما يسقيلوش. ايبانز قال لاعبين واحد اخرين من اتحاد العاصمه، وتكلم ثاني على قال لك خطا بالماضي، خطا انه كان يتبع في المباريات
اللي ما يخسرهاش باش يحطها من الرقم القياسي وما خممش على حاجة واحدة أخرى، على ازدهار الفريق الوطني، لأنه هذاك الوقت كان لازم يكون تغييرات في اللاعبين. هذاك الوقت احنا بقينا نلعبوا بتشكيلة واحدة، ما غيرنا ولا لاعب هذاك الوقت، ما جبنا ولا جديد. تكلم هذه هي. أنا على العموم كي يتكلم إنسان أمور تقنية ويورينا سما الخطأ من الصواب وراهو، نسمعوا له حنايا يعني با بروبليم، ماشي مشكلة. لكن الكلام خارج نطاق الرياضة وخارج ونتكلموا في الشخص، لا، بالماضي لما يخطأ يخطأ، بالماضي لما يصيب يصيب، كل واحد فينا لما يخطا يستعرض بالغلطه ديالو نورمالمون. لكل حال احنا ماذا بينا دوكا، واش تكلم رفيق واحد قال لك كنت تشوفوا السنغال في المومو، حنا اللي كنا بقينا بتشكيله واحده، هو كان يبدل 50% في الفريق ديالو، شوفوا راهو دوكا. وفعلا السنغال هرب شويه علينا هاد الاونه الاخيره، هرب من شي شويه، هرب بزاف، على بالي الجمهور يقول لي هرب بزاف. السنغال هرب بزاف لانه ستريكت في الإدارة في الفيدرالية تاعهم. أنا شحال من خطرة نسمعوا رئيس الاتحادية ديالهم، سيسون كما يقول لك أناس يخدموا كرة القدم تاع بلادهم، حنا ما عندهمش هاد المشاكل اللي عندنا حنايا كي تشوفوا. وعلى دابا الماضي اللي لعب هذيك 35 مباراة و 35، نعم بلي كان يحوس على 35، ما نظنش، أنا نظن بلي بالماضي كان يلعب فقط سما، ما ميلو كان خسر يكمل. قال لك النكسه ديالنا كانت مع لاسياد، لاسياد لما انهزمنا باثنين، قال لك كيفاش بن سبعيني يخرج بحمراء، قال لك فوضى عارمه كانت في الشغل. لمح انه كانوا ديكلون داخل ليكيب، تسمى لي زونسيان هما اللي يفرضوا نفسهم في الفريق الوطني. على ما اظن انا هذا خليه راي الجمهور، والله ما ندخل فيه، تاع ليكلون داخل ليكلون، والله ما نحب ندخل فيه. كل واحد كيفاش يشوف الفريق الوطني تاعنا. جزائريين، انا نتكلم على الجزائريين، ما نسحقش من ولا من يدخلوا لنا، باسكو ما نسحقهمش، نسحق على الجزائريين يعطونا رايهم. اسكو كاين ديكلون داخل ليكيب؟ اسكو صح كيما هضر رفيق واحد وقال لك غير القدم اللي كانوا شغل زمام الامور، حاكمين زمام الامور في الفريق الوطني، وبالماضي ياخذ لهم الراي على حساب كلامه واش كان يتكلم. انا في الاخر واش نقول بالماضي راهو عليه ضغط كثير هذه الايامات، راهو عليه ضغط كثير، ولو مر وبالماضي ما عليه الان باش يرجع، ما يبقاش يهضر في وسائل الاعلام الا كانت عنده ندوه صحفيه ولا يهضر فيها عادي، لكن باش يزيد يبين باللي راهم حاقرين وبالهضره وراهم طايحين عليه في باطل، لازم يبين بالخدمه ديالو وباللاعبين هادو الجدد اللي جابهم، لازم يروح بعيد بهذا الفريق لانه عنده لاعبين كبار معدل العمر 24 سنه او صغار، بو عنانك وتشوفوا 18 19 سنه، شايبي، عوار، فريق راح يكون قوي ان شاء الله بهذا الفريق هذايا. بالماضي يسكت كاع الافواه تاع اللي راهم يهضروا، كيلكو سوا يوتيوبر في البلاطوات، صحافة، سياسيين، كلهم رؤساء اتحادات، كلهم لازم بالماضي الآن يعمل ويسكتهم فوق أرضية الميدان ويدير حاجة بهذا الفريق وإن شاء الله يروح بعيد. ما نطولش عليكم أعزائي كرامك، وسمعتوا رفيق واحد واش تكلم، نقول لكم شاركوا في القناة، سلام.